ينضم إلينا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. بداية، زيارة العبادي لكردستان العراق كيف تقرأها؟ أهلا وسهلا بك وحياك الله أخي العزيز. حقيقة الأمر تقرأ ليس بعيدا عن وضعية الانتخابات رقم واحد. اثنين، حقيقة الأمر أن الجانب الكردي قد تعاطى إيجابيا مع طلبات المركز، وبالتالي كان لابد من عبادي أن يبدي شيئا من الإيجابية، ولكن مع هذا الآن لحد اللحظة هي عبارة عن زيارة، وزيارة تعطي فيه في الأجواء ليس بضرورة تعني الركون إلى ما يذهب إليه الأكراد. إذن هي تدخل من الانتخابات زائدا أنها رسالة إيجابية للجانب الكردي. إلى أي مدى تتوقع أن تؤثر زيارة العبادي على المشهد السياسي للقوى الكردية فيما بعد الانتخابات؟ أتوقع هكذا التحرك قد يأتي أكله لأكثر من سبب. أولا، أن الشعب الكردي في داخله قد أيقن كشعب أن استفتاء خطوة غير صحيحة، واحد. اثنين، وضعية حالة عدم التوافق بين القوى الكردية يجعل لابد من مغازات بغداد، سيما وأن الأطراف الإقليمية المجاورة جميعها تتوافق مع بغداد ورؤيتها. لذلك أتوقع أن هذه الزيارة قد تعطي شيء إيجابي إلى الجانب الكردي ونوع من الاستقرار النسبي في المنطقة الشمالية. نعم دكتور قحطان، مفوضية الانتخابات قالت إن الأحزاب أنفقت مبالغ هائلة على الحسابات الإلكترونية. لماذا تلجأ هذه الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية إلى هذه الأساليب؟ حقيقة الأمر هناك متابعين حتى كشعب عام مستغرب جدا إلى الإمكانية الهائلة للأحزاب السياسية من خلال إعلاناتها ومن خلال كذا، وكان لابد على المفوضية إن كانت جادة أن تعطي الفرص المواتية متساوية أن تسائل هذه الأحزاب التي تعطي صورة عن انفاق كبير ان لك هذا. هذا واحد. اثنين، عمليه الفرق او الحاله اللا تساوي بين الاحزاب في مستوى الاعلان يعطي لا حاله من عدم التوافق او عدم تساوي الفرص للاطراف المعنيه في العمليه السياسيه. هذه المساله كلها تعود الى حقيقه الامر ان الاحزاب السياسيه في غالبيتها ما امضت حوالي 15 عام في إدارة الدولة، وبالتالي هذه استثمرت المال العام واستثمرت المال الذي استحوذت عليه بطريقة أو أخرى، وبالتالي هذا دليل على أن هناك أموال غير طبيعية وضفت. ولكن أيضا سكوت المفوضية عن هذه المسألة في الأمور هي جزء من اشتراطات الوضعية الطبيعية باعتبار أن المفوضية جزء من الأحزاب السياسية وهي التي شكلتها، وبالتالي لا تقوى على مسألتها. يعني بالنظر إلى المبالغ الهائلة التي صرفت على الحسابات الإلكترونية وكذلك على اللافتات الكثيرة، ألم يكن الأجدر، هناك من يتساءل، يعني ألم يكن الأجدر بالطبقة الحاكمة في العراق أن تصرف تلك الأموال لتحسين وضع العراقيين؟ بالتأكيد لا بد يكون هذا المسألة أساسية، ولكن كواقع عام هنا الأحزاب طالما تتسابق فيما بينها في الوصول إلى تنفيذ الحكم قد لا تشكل الآن باللحظة الحالية جزء من إدارة الدولة. لماذا؟ لأنها الآن في عملية انتخابية. ولكن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة التي تشكلت وهي من الأحزاب السياسية، إنها لماذا لا تسعى إلي أو لا تسألي الأطراف الأخرى عن هذه الصرفة. إذا أتوقع السؤال أكثر منطقية أن يوجه إلى الحكومة الرسمية وليس بضرورة توجه إلى الأحزاب، باعتبار أن الأحزاب تقول أن أنا أسعى للحصول على السلطة وبالتالي ما في قادة السلطة. في ظل التفاهمات دكتور قحطان، التفاهمات السياسية الحاصلة وفي ظل أيضا المحاصصة الموجودة، إلى أي مدى تتوقع ربما أن تشهد فترة ما بعد الانتخابات صراعا مشابها؟ الصراع لن ينتهي في العملية السياسية العراقية. لماذا؟ لأن دائما نؤكد على أن المنطلقات الأساسية للأحزاب السياسية هي منطلقات ضيقة مرتبطة بجماعات بعينها، واحد. اثنين،
انطلاقات مرتبطة بقوى إقليمية، وبالتالي هذه الصراعات لم تكن وطنية لأنها تدعو إلى خصوصية ضيقة للمجتمع وبالتالي تتقاطع مع الطرف الآخر. اثنين، الخصومات أو التناقضات الإقليمية تنعكس أيضا في داخل العراق، وبالتالي نتوقع الصراع على السلطة والصراع على المناصب والصراع على طبيعة التشريعات، جميعها لا يمكن أن تنتهي ولن تنتهي طالما العملية السياسية محكمة بهاتين المتغيرين اللي هو. شكرا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية لانضمامك إلينا.